هرضى ابدع محمد الشناوي في ادارته المباراه، ونفس الكلام اللي قاله في المؤتمر الصحفي ان الجمهور اهلا وسهلا بيه وجمهور محترم واحسن استقبالنا واحسن معاملتنا، لكن في نفس الوقت الجمهور مش هينزل يلعب. عشان كده لما الجماهير تخطت الاسوار وقفزت ودخلت الملعب والسعه اللي موجوده دي فوق ال 100,000 مش 42,000 كما هو مقرر ليه، لكن في الاخر الاهلي لما خد اجراءه الاداري وجاب المراقبين والمراقب وقال له خلي بالك وبتاع وتامين الفرق، لانهم لما نزلوا يعملوا عمليه الاحماء ويشوفوا الملعب يعني رموا عليهم شويه ازايز، ده اللي معتاد يعني في مثل هذه المواقف. قام ظبط الدنيا، ظبط الدنيا. لازم نحيي الحكم مجيد نضاي وسيكازاوا حكم الفار على احتساب ضربه الجزاء، صحيحه مليار المية، الايد من فوق بس خلي بالك على الرجل من تحت، ده رجل حسين الشحات. علي معلول الليزر بقى قاعده موجوده برضه حطها الانيس الزنيتي على اليمين، رغم ان انيس الزنيتي صد بتاعه عمرو السوليه في لقاء الذهاب وهي على اليمين تحت. علي معلول ما كانش فريش قوي، لو انا موجود في الملعب وموسيماني يسمع كلامي اقول له خلي عمنا اللي يخش شوط. ليه؟ رجله في الملعب وشايف والدنيا ماشيه. يا بينا قلت لك باذن الرحمن الاهلي كسبان، والمصحف باذن الرحمن الاهلي كسبان. يا عم صل على سيدنا النبي. ابدع النهارده في مباراه اليوم حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، كان عندهم عقل واتزان كبير جدا في ان هم ما يعملوش اي فاول مع حميد احداد اللي طول الماتش بيلعب من اجل ضرب الجزاء، مش بيلعب من اجل الفوز. حميد احداد همه انه يعمل ضرب الجزاء، مش همه انه يكسب. يا ابني ما تلعب كوره يا ابني، وهو كان اخطر واحد. ورشيد الطوسي لما خرج محسن متولي ريح دفاع النادي الاهلي، ريحه والله، والله ريحه. الحاجه الثانيه رشيد الطوسي اعتمد على لعبه واحده فقط وهي كلها الكروسات العرضيه الاوفرات في ال 18 ويلا اي حد يقع او اي لمسه يد، يعني ما عندوش الفكر اللي يخليه ان هو يستغل قدراته وامكانيات لعيب نادي الرجاء وتلعب كوره وتنقل كوره وتروح على المرمى وما الى ذلك، لكن انت مستعجل دايما. السوليه وحمدي فتحي وديانج 10 على 10 وعاملين جيم دفاع على اعلى ما يكون. السوليه اسمه ديانج يسال عن الهدف اللي سجلوه الرجاء لان هو في الرقابه ما طلعش وما عملش، ومحمد هاني برده كان واقف، لكن في كل الاحوال ادوا مباراه تجاوزوا فيها هذا الخطا وعملوا مباراه روعه الروعه. لما لعب طاهر محمد طاهر قلنا طاهر محمد طاهر يعمل ايه؟ ما كان عبد القادر بيستحوذ ويروح ويعمل ويسوي، الراجل كان مديله مهام دفاعيه اعلى. عشان كده بقول لك النهارده موسيماني تفوق على نفسه، تفوق زي ما قلنا في يوم مباراه المصري، وهو كده زي المغني ولا زي المطرب، يبدع نقول تفوق على نفسه، يجيب ورا نقول برضه ما عندوش فكره وغلط في كذا وكذا 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 وكذا، هي الكوره كده زي المطرب، واحد بيغني انت بتقول الله، واحد يطلع بينشز بتقول ايه ده؟ فالنهارده هو الراجل ابدع، ليه بقى؟ عنده مساحه زمنيه من الوقت اشتغل فيها مع فرقته، اسبوع هنا واسبوع هناك وسافر بدري ومعاه رئيس النادي ومعاه 2 اعضاء مجلس اداره والاداره موفره له لبن العصفور. النهارده بيرسي تاو عمل واحده ما اعرفش ما كملش فيها ليه بنفس القوه، اللي عدى فيها لعبها ضعيفه قوي، لا ده لو هو لعبها بس يعني بشيء من القوه كان سجل الجون، لكن عمل النهارده تحركات. اول حاجه وقف السردباكات، وقف معاه ثلاثه، كانت انطلاقاته ولمساته خطيره ومهمه، ادى بشكل مميز للغايه. لعيب النادي الاهلي حتى اللي نزلوا ايمن اشرف النهارده تفوق على نفسه، كان بيقفل ورا علي معلول في الربع ساعه الثاني من الشوط الثاني، لانه بقول لك قلت لك ان هو قسم الشوط الثاني على 3 مراحل. حتى لما نزل محمد شريف، لما نزل صلاح محسن، لما نزل احمد عبد القادر كان لهم مهام، واضح ان الخواجه كان محفظها لهم خلال الايام الماضيه من خلال المعسكر اللي كان معمول. فالف مبروك، الف مبروك للنادي الاهلي هذا الفوز الكبير، ويجب ان نقف تحيه تقدير واحترام واجلال الى جماهير نادي الترجي المحترمه. اول حاجه خسرت سقفت، سقفت لفرقه النادي الاهلي، لاعب الرجاء يجب ان نحييهم، خسروا تبادلوا القمصان مع زملائهم، انا شايف احداد واحمد عبد القادر بيبدلوا تيشيرتات مع بعض، فبالتالي ده شكل كويس وما الى ذلك. بعتب على بين سبورت انها ما عادتش ضربه الجزاء بين الشوطين، ما حدش فيهم اتكلم، كانوا واكلين سد الحنك تقريبا او ما الى ذلك. حاجه ثانيه خليل بلوشي مش دماغه مش جايبه بعض الاحداث في المباراه، يعني يقول لك ضربه جزاء يهتز لها المدرج، هو انت شفتها يا ابني ضربه جزاء؟ هو ايه يا خليل؟ يا خليل ركز يا خليل، لما تيجي في ايده يبقى اقول اكسبريشن يهتز لها المدرج، لكن ما فيش ضربه جزاء اصلا، يبقى ما بترجع تشوفها تاني وتقول ما يهتزش لها المدرج.
النهارده في كتير جدا بنتقد الكابتن حسين الشحات، لكنه اليوم عمل مباراه روعه الروعه، وكان تغييره من وجهه نظر الضعيفه دي خطا، لانك انت حسين كان فايق وكان بيعمل البريس وبيقطع وبيروح وتسبب في ضربه جزاء، كان تمريرات كان عنده انسجام وتفاهم مع بيرسي تاو، وكان في رايي ان تغييره خطا. النهارده لازم احيي بيتسو موسيماني لسبب مهم للغايه، وهو انه يختار الافضل بالمستوى ولا ولا يلعب بالاسامي. ما شفناش النهارده اسامي، محمد شريف نزل ربع ساعه ولع الدنيا ولع الدنيا، فبالتالي لما يعرف ان في منافسه بينه وبين بيرسي تاو واخلق دوافع بين اللاعبين وبعضها البعض، بخلي الناس تشد، بخلي الناس تلعب باعلى مستوى عندها،